العالمي للإبداع والابتكار، هذا اليوم اللي تم إقراره من الأمم المتحدة ليكون في 21 من نيسان كل عام. نعم، اليوم احنا أخذنا هذا اليوم بهذه المناسبة للتوجه أكثر لموضوع صحيح. التميز والإبداع في فلسطين. لهيك رح نحكي بتفاصيل أكثر عن هذا القطاع، الاهتمام في المشاريع اللي فعليا موجودة على أرض الواقع منه، مع ضيفنا هنا في الاستوديو رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عفوا مهندس عدنان سمارة. يسعد صباحك، أهلا وسهلا. صباح الخير لكم ولكافة المشاهدين، شكرا لكم على الاستضافة. اولا كل عام وحضرتك بالف خير وجميع العاملين في هذا المجال بالف خير وشبابنا الرياديين والمبتكرين ايضا بالف خير. يعني بالبدايه بدنا نتحدث عن الظروف الاستثنائيه اللي مرينا فيها العام الماضي، شهدنا كثير من المبادرات والابتكارات من قبل فئه الشباب تحديدا لحتى نتعامل مع الظروف الاستثنائيه اللي مرينا فيها، لاي مدى هذه الابتكارات كانت فعلا ايجابيه، لاي مدى اثرت وتركت بصمتها في الجانب الابداعي؟ اسمحوا لنا في البدايه ان نقول كل عام وانتم بخير بمناسبه شهر رمضان. اثنين، نرسل تحيه الى اهلنا في القدس حقيقه الذين يسطرون اكبر ابداع واجمل ابداع، مثل اعلى لكل العالم. هذا هو الشعب الفلسطيني، هذا هو شعب الجبارين. فمن هون نبدا بهذه الجمله. بالنسبة للجائحة، احنا في بداية حقيقة بقدر اقول بجرأة انه احنا في السنة الماضية كان يمكن اكثر سنة صار عندنا اعمال. السبب لسببين، السبب الاول انه الناس صار عندها وقت والموظفين قعدوا في البيت والطلاب قعدوا في البيوت، فصار كل واحد يفكر ماذا يستطيع أن يعمل، كيف يقدر يخدم حاله ويخدم الآخرين. في بداية الجائحة احنا نزلنا على الويب سايت تاعتنا على الصفحة الإلكترونية انه بحكم هذا شغلنا الأساسي، انه يا شباب اللي عنده مشروع له علاقة بالجائحة يتفضل، احنا جاهزين نموله بدون اي تحفظ وباي امكانيات هم يعني مطلوب لها. فاجانا في ذلك الوقت اكثر من 37 مشروع. عملنا لجنه تقييم، طبعا احنا عندنا في المجلس لجنه تقييم دائمه، ولكن المره هذه طعمناها بمختصين من وزاره الصحه، لانه قلنا بدناش ندعم مشاريع الان فيه، احنا بندعم اي مشروع، اي مشروع مهما كان، ما له علاقة بالصحة ولا أي شيء. ولكن في ذلك الوقت خصصنا بدنا ندعم المشاريع اللي تخدم. وهون بدي استوقفك مهندس عدنان بالحديث أن الحاجة أم الاختراع، فكان كل التوجه في فترة الجائحة في بداية العام الماضي إلى جانبين، الصحة والتكنولوجيا، رقمنة التعليم ورقمنة العديد من محطات التسوق، وأيضا التركيز على الجوانب الصحية بتطبيقات وبرامج أخرى مختلفة. تطلعنا أكثر على هاي التركيزات اللي كانت من عندكم. 200% أنت تفضلت، هذا صحيح. فعملنا لجنة تقييم تعاملناها بخبراء من وزارة الصحة وقيمنا هذه المشاريع. من 37 أخذنا 4 مشاريع باتفاق مع وزارة الصحة، وبقدر أقول في مشروعين مهمة، مشاريع كثيرة منها طبعا جهاز التنفس الصناعي. اليوم في إخوة بدون ما نذكر أسمائهم لأنه مش حابين، لأنه بعده ما انتهى. إحنا في نهاية عمل مع إحدى الجامعات، مش جامعة القدس طبعا، مش لعمل جهاز اصطناعي. إحنا في آخر المرحلة إن شاء الله، أخذنا أكثر من خبراء بعثنا لهم والآن ندعم من هذه المشاريع أن مشروعين كبار. ندعم أول شيء مشروع بيساعد الإنسان على زيادة فعالية الدواء الخاص بالخرف، هذا بيعمله دكتور في جامعة القدس مع جامعة فنلندا الشرقية. إحنا الآن ندعم هذا المشروع. وعندنا مشروع ثاني عمله الأستاذ كام يوسف سلامي من جامعة النجاح، هو معالجة الجلطات التي تنتج عن الفيروسات بما فيها الفيروس الكورونا. طبعا عندنا كثير قضايا تكنولوجية، كيف تفحص بسرعة،
إلى آخره، كيف تتجنب الأفكار الإبداعية لا حدود لها فعليا. ومهندس عدنان، يعني هيك بداعي الفضول إنجاز التعبير، مع خبرتك الطويلة في هذا المجال، هل برأيك فعلا إحنا معطين اهتمام كافي بهذا المجال؟ هل إحنا يعني خلينا نقولها بالعامية عاملين واجبنا فيما يخص دعم الابتكارات الإبداعات التميز وفئة الشباب تحديدا؟ أكثر من اللازم. أولا أقول بجرأة، هذا المجلس مبادرة شخصية صحيح من فخامة الأخ الرئيس، وبصراحة هو، لكن أنا بتحدث عن مؤسسات المجتمع المدني، عن القطاع الخاص، القطاع العام، كلهم بدوره. ما هو هذا كل واحد له دور. إحنا مهمتنا مظلة لهذه المؤسسات. إحنا عندنا 25 مؤسسة تعمل في مجال الإبداع، يعني شركات غير ربحية وNGOs. عندنا 6 حاضنات، عندنا 3 مناطق، عندنا منطقة صناعية، عندنا 2 هب، إنوفيشن هب يعني مراكز، عندنا 5 مراكز نقل تكنولوجيا، وعندنا 52 جامعة. وأنشئ هذا المجلس لثلاث شغلات. أولا هو مظلة للإبداع، هو علي أن يرأى الإبداع في فلسطين. 2 لاحتضان المبدعين والمبدعات. 3 يمكن هذا ما كانش من ضمن الأساس اللي فكر فيه الرئيس، ولكن أوتوماتيك جينا عليه، اللي هو تمثيل فلسطين في الخارج. إحنا اليوم أعضاء في 27 مؤسسة عالمية تعمل بالإبداع. ما في مؤسسة عالمية محترمة، ومركزين حتى غالبيتها في أوروبا وأمريكا اللي لهم مراكز. وقبل شهرين انتخبت فلسطين ممثلة في المجلس الأعلى في مركز التكنولوجيا لدول عدم الانحياز. احنا انتخبنا كنواب رئيس لهذا المركز. احنا 2 3 واحد منهم فلسطين نواب الرئيس. 2 من خلال هذه فقط ليس نمثل فلسطين سياسيا. احنا طبعا بنحضر معارض وبناخذ ورش عمل وبنبعث شبابنا يشاركوا. احنا لحد الان بعتنا اكثر من 20 شاب وصبي شاركوا في معارض عالميه، ومنهم 5 اخذوا ميداليات ذهبيه وفضيه. هذا الامر بيشرفنا مهندس عدنان، يعني هذا الانجاز اللي احنا بنشتغل عليه دائما في له تخطيط مسبق وتخطيط اني اللي بيجي يعني في ظل الاحتياجات، زي ما اجينا في احتياجات جائحه كورونا. لما بنحكي على 2021 وبنحكي عن مساحة مهمة جدا في تعزيز أيضا المجلس الأعلى للإبداع والتميز، البحث العلمي وتركيز على مشاريع موجهة أكثر للشباب. أقول لك إحنا أولا يعني مسؤولين عن الإبداع بفلسطين، من هون نشتغل نعمل بيئة حاضنة للإبداع. فبنشتغل على 3 شغلات أساسية. أولا عملنا مدونة أخلاق للإبداع جاهزة وموافق عليها مجلس الإدارة. 2 إحنا بنعمل عنا استراتيجية للمجلس، كل 3 سنين بنعمل استراتيجية، ولكن الآن إن شاء الله قبل نهاية السنة حنعمل استراتيجية وطنية لفلسطين للإبداع. عملنا لجنة وطنية من كافة المؤسسات ذات العلاقة، وإحنا الآن مع مؤسسة أوروبية اسمها أنيما عم نحاول نعمل الاستراتيجية الوطنية للإبداع. 2 والأهم من كلها عملنا قانون للشركات الناشئة، لأنه القانون اللي الشركات بده تحديث وكذا وحمالهم طويلة وكذا، وإن شاء الله يكون يعني إحنا خلصنا كل شيء وسلمناه لوزارة الاقتصاد، ونأمل إنه أن هذه الحكومة تقره يا رب بأسرع وقت ممكن، لأنه كتير مهمنا. إحنا لحد الآن ندعم، الآن إحنا لحد الآن دعمنا من يوم ما أنشئ المجلس لليوم 79 مشروع، الآن ندعم 43 مشروع. من هذه الدعم إحنا عملنا 12 شركة ناشئة، لأنه عندنا صندوق اسمه صندوق دعم الإبداع والتميز. وأنا من أمامكم بقول للشباب، إحنا ليس لدينا مشكلة مالية لاحتضان مشاريع. من هون نعمل شغلات كتيرة لاستفز الشباب ليفكروا خارج الصندوق. عندنا جائزة المسروجي، عملنا بوصلة الإبداع للتميز، عندنا كل سنة بنعمل
المنتدى الوطني صحيح. والسنة والعام رغم الكورونا أصرينا لنعمله وعملنا شيء خاص، عملنا فيرتشوال عن بعد صحيح المعرض طبعنا. والكذا، وهذا لأول مرة بتصير في فلسطين والسنة إن شاء الله، فمصرين أن نعمل هذا الموضوع. مش فقط هيك، لهدول المبدعين عملنا لهم شبكة لتضم كل المبدعين. أن أكثر اليوم من 2000 شخص مسجل للإبداع، وعملنا لهم شبكة مشان يتعرفوا على بعض صحيح. مشان عملنا منصة تستطيع أن تدخل أنت أي مبدع تستطيع يسجل فيها، وأي شخص حابب يدعم الإبداع أو أي مؤسسة بيدخل على هذه المنصة يرى زي ما بده. يعني الجهود مباركة، احنا فخورين اولا بشبابنا وبمبادراتهم، فخورين بكل هذا العمل اللي فعلا موجود على ارض الواقع. كل التوفيق بكل المشاريع القادمة اللي اكيد رح نتابعها واياكم كما تعودنا. شكرا على وجودك معنا مهندس. بس بدي اقول لكم جملة، تفضل. احنا عم نعمل كمان مجلس اعلى للابداع والتميز في العالم، في الخارج، من فلسطيني واصدقاء فلسطين. ان داتا بانك اليوم احنا في، يعني في خلال شهرين حيصدر المرسوم في مجلس أعلى، مجلس إدارة المجلس الأعلى في الشتات، لأننا نعتبر هو الشتات صحيح كتير يعني بهمنا شكرا شكرا مهندس عدنان، شكرا لكم، شكرا لكل جهود الشباب المبدعين أيضا وكل العاملين في المجلس الأعلى، يعطيكم ألف عافية.